الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها الكندري يرد على العدساني ببلاغ إلى النائب العام ومكافحة الفساد للتحقيق بذمته المالية. انتخاب الكويت مقررا للمؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات. اهتمام باقتراح أداء زوجات العسكريين البدون لمناسك الحج ضمن حملة الدفاع. تصوير المقابر ممنوع بقرار من البلدية. ومن العناوين إلى التفاصيل. استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير المالية نايف الحجرف ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة تدشين احتفالات مرور 65 عاما على تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية. وجه حضرة صاحب السمو إرشاداته الأبوية والقيادية حول ضرورة عنايتنا كمجلس إدارة وكإدارة تنفيذية بالاهتمام بالركاب والاهتمام بمقاييس الخدمة المعمول فيها عالميا. ولله الحمد احنا أكدنا لسموه أن دائما إن شاء الله بنكون عند حسن ظنه، ونقلنا له تحيات الإدارة التنفيذية، وإخواننا أعضاء مجلس الإدارة كانوا معاي في المقابلة وأكدوا لسموه التزام الجميع بتوجيهاته الكريمة وتوجيهات سموه للعهد، وأيضا توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء. وإحنا نطمئن جميع وننقل أولا التهاني للشعب الكويتي الكريم بمناسبة 65 سنة على إنشاء الخطوط الجوية الكويتية، ونؤكد لهم بأن العناية بهم كركاب وتقديم أفضل الخدمات لهم هي أهدافنا الرئيسية. ولله الحمد إحنا حققنا معدلات كبيرة في الالتزام بالمواعيد، وصلنا إلى درجة 95% وبعض الأيام حتى 100%، وإن شاء الله راح نستمر. قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319 مليون دينار، وأوضح أن الوزارة تعتزم توجيه هذه المبالغ لسداد العجوزات في تقديرات بنود كل من الأدوية، الخدمات الصحية في الخارج، التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في ميزانية السنة المالية الحالية. وأضاف أنه ستتم إضافة 100 مليون دينار من هذه المبالغ إلى بند الأدوية ليصبح مجموع ما اعتمد لهذا الغرض 455 مليون دينار، وذلك لتسديد مستحقات شركات الأدوية وتعزيز قيمة المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية. أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام وإلى هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وذلك للتحقيق بتعاملاته المالية كافة وفي ذمته المالية، داعيا لنشر نتائج التحقيق. جاءت خطوة الكندري كرد فعل لما وجهه النائب رياض العدساني من اتهامات حول الذمة المالية لنواب الدائرة الخامسة. فبرا بقسمي وإبراء للذمة المالية كوني أحد نواب الدائرة الخامسة والذين أصبحوا في دائرة الشبهة والشك واتهام وتأويل، ولثقتي بنفسي وألزم ما على الإنسان سمعته، ولأن بفضل الله سبحانه وتعالى ما عندي شيء أخشه، تقدمت بالأمس ببلاغ إلى سعادة النائب العام للتحقيق بكافة تعاملاتي وحساباتي البنكية، وكذلك تقدمت ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد لفحص الذمة المالية، وطلبت وأكد وطلبت الإعلان عن نتائج التحقيق. وهذا البلاغ اللي قدمته للنائب العام وهذا البلاغ اللي قدمته لهيئة مكافحة الفساد.
دعا رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أحمود الخضير الحكومة إلى عدم تراجع اللجنة عن موقفها المؤيد لتعديل قانون العمل الأهلي والذي صوت عليه المجلس بمداولته الأولى في الجلسة الماضية، مؤكدا أن أي تراجع حكومي سيؤثر سلبا على رغبة الطرفين النيابي والحكومي بالتعاون الذي يحقق المصلحة العامة، ومشددا على أن المجلس لن يدخر جهدا في إقرار هذا القانون. وأكد الخضير أن القانون سيشكل حافزا للمواطنين للعمل في القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة. عقب مشاركتها في المؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات ضمن أعمال الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي تستضيفه الرباط، دعت النائبة صفاء الهاشم البرلمانيات في العالم الإسلامي إلى إقرار تشريعات متكاملة تساهم في حماية المرأة ضد كافة أنواع وأشكال العنف الذي يمارس ضدها والمساهمة في تعزيز دور المؤسسات المجتمعية غير الربحية في هذا الشأن. الحل أخواتي الكريمات لكل البرلمانات الحاضرة اليوم، تريدون أن تساعدوا المرأة أختكم تحت ظروف قسرية مهينة سيئة قاسية، يجب علينا أن نعمل لكي تكون تلك المؤسسات الغير ربحية تصل إلى تلك النساء، تعلمهم مهنة أو تساعدهم، لأن كل النساء لديهم مهنة، على الأقل حتى مهنة التطريز اللي ممكن تطلع منها إبداعات. لذلك يجب علينا أن يكون الدور أهم في أن نقوم بهذه التشريعات والمساعدة. كيف ممكن أن نكون يد عون لتلك النساء؟ لأنه آن الأوان أن لا يكون هناك أي حروب في زمن نظن فيه حتى الحروب أصبحت حروب إلكترونية، فلذلك نتمنى أن يكون هذا هو الدور. قال النائب عسكر العنزي أن النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أخذ بالاقتراح المتعلق بإلحاق زوجات العسكريين من غير محددي الجنسية لأداء مناسك الحج ضمن حملة وزارة الدفاع، وتمنى عسكر الإسراع في تطبيق الاقتراح ليتسنى لزوجات العسكريين أداء فريضة الحج هذا العام. وأشاد عسكر بموافقة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على اقتراحه الخاص بالسماح بالإقامة للزوج والأولاد بالإضافة إلى صرف جواز مؤقت وفق المادة 17 لزوج الكويتية من غير محددي الجنسية ومنحهم رخص قيادة. وطالب عسكر ديوان الخدمة بالإسراع في توظيف أبناء الكويتيات حاملة الشهادات العلمية والفنية من فئة غير محددي الجنسية بعد الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة. قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خليل أبول أن اللجنة ناقشت اليوم مشروع قانون وثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم واستقلالية القضاء ومخاصمة القضاة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء. فيما يخص استقلالية ومخاصمة القضاء، هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، وهناك ثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من السادة الأعضاء وبحضور النيابة وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، تم وأيضا بحضور وزارة العدل ممثلة ب مستشار المكتب الفني للوزارة ووزير العدل. ناقشت اللجنة مشروع القانون وسمعنا إلى ملاحظات النيابة وملاحظات وزارة العدل على مشروع القانون، وكان هناك استفسارات من بعض الأخوة النواب على أن نراجع في الاجتماع القادم في هذا الأمر، نراجع الموضوع مرة أخرى وننظر نحن في اللجنة أيضا في فحوى ومحتوى الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة النواب بشأن تنظيم القضاء واستقلالية ومخاصمة القضاء.
أصدر مدير عام البلدية أحمد المنفوحي تعميما إداريا يفيد بأنه صونا لحرمة المقابر وانتظاما لسير العمل ولمصلحته يراعى التقيد على كافة المختصين بإدارة شؤون الجنائز قطاع شؤون خدمات البلدية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمنع أي أعمال تتعلق بتصوير المقابر باستخدام الكاميرات وآلات التصوير على اختلاف أنواعها، مع استمرار الرقابة الدائمة على مدى اليوم الواحد والعمل على وضع لافتات إرشادية لمنع التصوير في المقابر.